زيارة عاشوراء برنامج عبادي وعقائدي في الوقت نفسه، يفترض أن الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين أن يقرأوا هذه الزيارة ولو في اليوم العاشر من المحرم أو في أي يوم من أيام شهر محرم وشهر صفر، على الأقل أن يقرأوا هذه الزيارة مرة واحدة، وليس بالضرورة أن يكرروا اللعنة 100 مرة والسلام 100 مرة. فقد ورد في الأحاديث عندنا من أن الذي يريد أن يختصر قراءة زيارة عاشوراء فإن بإمكانه، من أن الذي يريد أن يختصر قراءة زيارة عاشوراء فبإمكانه أن يقرأ اللعنة وفي نهاية قراءة اللعن يقول 99 مرة، وكذلك يقرأ السلام وحينما يتمه يقول 99 مرة، وبعد ذلك يكمل نص الزيارة. هذه قراءة مختصرة لزيارة عاشوراء، وردت في الروايات والأحاديث عندنا. ويفترض في قارئ الزيارة أن يكون عارفا ولو بالإجمال بمضامين الزيارة التي يقرأها، كما يقول سيد الأوصياء: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. فكيف يكون التدبر من دون معرفة إجمالية بمضامين الزيارة، بمضامين نصها؟ لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة. من أوضح ومن أبرز المضامين التي نقرأها في هذه الزيارة في بداياتها نسلم على الحسين فنقول: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. والوتر الموتور هو ثار مضاعف، ومر علينا من أن التعبير هنا
فيه إشارة واضحة إلى القتل الثاني لسيد الشهداء في مرحلة الرجعة العظيمة. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الكلمات، وإنما هذه الكلمات جاءت في مفتتح الزيارة الشريفة، في العبائر الأولى من زيارة عاشوراء نقرأ هذه الكلمات: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. حديث عن ثأر إلهي. إلى أن نقرأ في الزيارة، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. أكرمني بك لأنني أصبحت عارفا بحقك، هذا هو الإكرام هنا، وإلا لا معنى للإكرام من دون هذه المعرفة. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. أكرمني بك حينما وفقني لمعرفة حقك، من زار الحسين عارفا بحقه، هذا هو الذي أكرم بالحسين، وبتعبير دقيق أكرم بمعرفته لحق الحسين. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور، إنه قائم آل محمد. وإلى هذا العنوان أشارت سورة الإسراء، فما في سورة الإسراء يشير إلى ما في زيارة عاشوراء، وما في زيارة عاشوراء يشير إلى سورة الإسراء. في سورة الإسراء في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة: ومن قتل مظلوما. وهذا العنوان إذا أردنا أن نطبقه في أجلى مضامينه فإنه ينطبق في الحسين بنحو مباشر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن وليه؟ فثأر الحسين لم يؤخذ، حق الحسين في مظلوميته لم يؤخذ. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، بحسب قراءة المصحف، بحسب قراءة أهل البيت، فلا يسرف في القتل.
إنه كان منصورا. فما في سورة الإسراء في هذه الآية يشير إلى ما في زيارة عاشوراء، وما في زيارة عاشوراء يشير إلى ما في سورة الإسراء. أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور، إنه كان منصورا، مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. هنا الزائر يتوجه بالدعاء أن يرزقني طلب ذلك، فنحن قرأنا في بداية الزيارة السلام عليك يا ثار الله، فأنت يا حسين أنت ثار الله، وإن الله أكرمني بمعرفة حقك، فأسأله أن يرزقني طلب ثارك. الخطاب للحسين، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين. في موضع آخر من الزيارة رغم قصرها، الزيارة قصيرة كما تعلمون، نص قصير ما هي بنص طويل، ولكن مع ذلك يتكرر هذا المضمون بصيغة أخرى. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري. تحول ثأر الحسين إلى ثاري، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. هذه مرتبة أرقى، مرتبة أعلى، حيث يتحول ثأر الحسين إلى أن يكون ثأري. في التعبير الأول أن يرزقني طلب ثارك، وفي التعبير الثاني أن يرزقني طلب ثاري. هذه العبائر بشكل مباشر تشير إلى الرجعة، لكنكم تجهلون عقيدة الرجعة، فحينما تقرؤون الزيارة لن تقرؤوها بشكل صحيح. فزيارة عاشوراء تقرأ منذ أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الذين قرأوها وهم يتوجهون بهذا الدعاء أن يرزقوا طلب ثأر الحسين مرة بهذا التعبير، وأن يرزقني مرة بهذا التعبير، أن يرزقني طلب ثارك وأخرى بهذا التعبير، وأن يرزقني طلب ثاري. فمتى تحقق ذلك والأجيال تردد هذه الكلمات ولا زلنا نرددها ولم يظهر إمام زماننا؟ فهل من المعقول أن جميع الذين قرأوا الزيارة منذ مقتل الحسين
وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور ليس فيهم من أحد يستجاب دعاؤه ويكون طالبا لثأر الحسين مع بقية الله أو في عصر الرجعة العظيمة. هل هذا الكلام منطقي؟ زيارة عاشوراء تشتمل من أولها إلى آخرها على عقيدة الرجعة العظيمة، فنحن حين نسلم على الحسين في أوائل الزيارة السلام عليك يا ثار الله، متى يؤخذ هذا الثار؟ في العصر القائمي الأول، مرحلة أولى من مراحل أخذ الثأر الحسيني، ثم تأتي المرحلة الثانية، وتأتينا المرحلة الثالثة. مر الحديث عن مراحل الثأر الحسيني إن كان في عصر الظهور أو في عصر القيامة الكبرى أو ما بينهما في عصر الرجعة العظيمة. مر الحديث عن هذه التفاصيل. وفي معنى الوتر الموتور، فإن الحديث عن القتل الثاني للحسين وذلك يكون في عصر الرجعة العظيمة، فزيارة عاشوراء مشحونة بالمضامين التي لا يمكن أن تفهم إلا وفقا لعقيدة الرجعة العظيمة. وطلب الثار هذا لا يتحقق إلا في العصر القائمي الأول، وحينئذ الذين ماتوا ولم يدركوا عصر الظهور فإنهم إذا ما استجيب دعاؤهم سيعودون في الرجعة العجيبة في زمان الظهور الشريف، أو أنهم قد يوفقون للرجعة العظيمة ما بعد العصر القائمي الأول. أنا أسألكم أنتم يا خدام الحسين حينما تقرؤون الزيارة، تقرؤونها بهذا الفهم؟ إذا لم تكونوا تقرؤون الزيارة بهذا الفهم فإنكم تقرؤونها من دون تدبر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ وحينما تكون القراءة لا خير فيها، هذا يعني أن القارئ لا خير فيه. وحينئذ ستكون خدمتكم الحسينية لا خير فيها. وفقا لأي عقيدة، وفقا لأي وعي، وفقا لأي معرفة. من هنا يجب عليكم أن تعرفوا العقيدة السليمة، وأن تعرفوا حق الحسين الثابت في رقابكم، كي تستطيعوا أن تتواصلوا مع الحسين وأن تكونوا في مقام الخدمة الحسينية الصحيحة في فناء سيد الشهداء. وإلا فالقضية ستكون هباء في هباء.
ما هذه زيارة عاشوراء؟ وعودوا إليها وطبقوا كلامي عليها وطبقوا كلام غيري إذا كنتم قد تعلمتم مضامينها من جهة أخرى. هذه الزيارة تبدأ بالحديث عن أن الحسين ثار الله، فمتى سيتحقق هذا المضمون؟ في العصر القائمي الأول، في الظهور الشريف، إنها المرحلة الأولى من الثأر الحسيني. فمتى ستكونون مشاركين؟ ومتى شاركت الأجيال الماضية؟ إذن لابد من رجعة، لابد من رجعة، إما في زمن الرجعة العجيبة، زمن الظهور الشريف، وإما في زمن الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائمي الأول. وهذا هو معنى دعاء الزائر المتكرر، أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور، أن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. هذا أولا. هل أنكم تقرؤون الزيارة بهذا الفهم؟ أم أنكم تقرؤونها بفهم آخر؟ من هنا أقول لكم نظفوا عقولكم يا خدام الحسين من قذارات عقائد مراجع النجف وكربلاء، نظفوا عقولكم من قذارات عقائد هؤلاء. عقائد مراجع النجف وكربلاء مخالفة لعقيدة العترة الطاهرة، لا تقبلوا كلامي، لكنكم دققوا بأنفسكم في المطالب التي وضعتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، وفي هذه المجموعة، إنها مجموعة حلقات هذا هو الحسين، دققوا في المضامين التي طرحت. الإنسان لا يملك روحين حتى يجرب بالروح الأولى، هي روح واحدة، فإذا ما جاء الموت فليس هناك من مجال لإعادة التجربة. كل واحد منا يملك روحا واحدة، فعليه أن يكون حذرا في مجال العقيدة. دققوا في المطالب التي طرحتها في مجموعة حلقات أعرف إمامك، وفي هذه المجموعة، هذا هو الحسين، دققوا فيها، تأكدوا من صحتها، راجعوا مصادرها، وقارنوا فيما جاء في هاتين المجموعتين وفيما علمكم إياه مراجعكم. إنني أتحدث عن مراجع الشيعة عموما، وحينما أطلق هذا العنوان مراجع النجف وكربلاء، إنني لا أتحدث عن الجغرافيا، إنما أتحدث عن المنهج. فمنهج مراجع النجف وكربلاء منهج واحد، هو المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي، منهج ضلال صريح. إذا أردتم أن تكون
خدمتكم الحسينية صحيحة في محلها في موضعها، عليكم أن تعتقدوا العقيدة السليمة أولا، وعليكم أن تعرفوا حق الحسين الثابت في أعناقكم، حينئذ بإمكانكم أن تخدموا الحسين وأنتم عارفون بحقه، مثلما تحدثنا أحاديثهم عن زيارة الحسين. من زار الحسين عارفا بحقه، هذا هو الذي ينال الفوز والسعادة. نذهب إلى فاصل. والشمر جالسون على صدرك، مولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، الويل للعصاة الفساق. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لعلقمة الحضرمي الذي يعرف الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء باسمه، دعاء علقمة، إنه علقمة ابن محمد الحضرمي من أصحاب إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لعلقمة هذا: إن استطعت أن تزوره، أن تزور الحسين، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة، بزيارة عاشوراء من دهرك، فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. الإمام حدثه حديثا مفصلا، المقام ليس للتوغل في كل ما ورد بشأن زيارة عاشوراء، إنما أخذتها مثالا كي أفتح حديثا معكم أنتم يا خدام الحسين. فالإمام الباقر يقول لعلقمة هكذا: يا علقمة، إن استطعت أن تزوره، أن تزور الحسين في كل يوم بهذه الزيارة، إن كان ذلك من قريب أو كان ذلك من بعيد، زيارة الحسين تكون من المكان القريب ومن المكان البعيد. يا علقمة، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك طيلة عمرك، فافعل، هنيئا للذي يستطيع أن يفعل ذلك، أن يجد الوقت الكافي لذلك، أن يخصص وقتا لزيارة الحسين وهو في حالة إقبال لا في حالة إدبار. الزيارة مع الإدبار
ليست نافعة كثيرا. لكنها قطعا لا تخلو من فائدة ولا تخلو من أجر ومن ثواب، إلا أن الأئمة يريدون منا أن نزور ونحن في حالة إقبال، فحالة الإقبال تساعدنا على التدبر على التفكر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ الإدبار يحول فيما بين الإنسان وبين التدبر والتفكر، أما الإقبال فإنه عامل مساعد ومساعد جدا على التدبر والتفكر في الزيارات، في الأدعية، في مختلف العبادات. يا علقمة، إن استطعت أن تزوره، أن تزور الحسين في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. هذا كلام إمامنا الباقر مع علقمة الحضرمي بخصوص زيارة عاشوراء. إذن مضامين الرجعة في هذه الزيارة، إمامنا الباقر يريد منا أن نكررها في كل يوم. لماذا؟ لماذا يريد منا إمامنا الباقر أن نكرر مضامين الرجعة في قراءتنا لزيارة عاشوراء؟ كي تكون من بديهيات عقائدنا، كي تكون عقيدة راسخة ثابتة، وإلا فإن الزيارة إذا كانت تقرأ من دون معرفة مضامينها ستكون عديمة النفع من جهة ترسيخ العقيدة في العقول والقلوب. قد لا تخلو من ثواب ومن أجر، لكن الثواب شيء وترسيخ العقيدة في العقول والقلوب شيء آخر. فإمامنا الباقر حين يخبر علقمة وحين يوجه علقمة من أنك إذا استطعت أن تقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم من دهرك فافعل، فهل المطلوب أن نؤدي طقس الزيارة بما هو هو، أو أن المطلوب أن نحقق في عقولنا وفي قلوبنا المضمون الذي تريده هذه الزيارة؟ أعلى مستوى يطلبه الزائر في هذه الزيارة هو هذا، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين، أن يرزقني طلب ثاري الذي هو ثارك يا حسين. هذا هو أعلى المستويات التي يطلبها الزائر في هذه الزيارة. حتى هذا المضمون، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وأهل محمد، كي أكون راجعا، أن يكون مماتي
ممات محمد وأهل محمد على محض الإيمان، أن أكون على طريقهم، على التشيع الصادق لهم، أن أموت على محض الإيمان، وحينئذ سأكون راجعا. حتى هذا الدعاء إذا تصور البعض من أن هذا هو أعلى مضمون في أدعية الزيارة في حياتنا ومماتنا، فما جاء في الدعاء هنا مقدمة للرجعة، ومن هنا فإن أعلى مضمون في الزيارة هو طلب ثأر الحسين، هذا الذي يتحقق جانب من في العصر القائمي الأول، وتتحقق جوانب أخرى في عصر الرجعة العظيمة. فالإمام الباقر يوصي علقمة أن يقرأ الزيارة إن استطاع يوميا، ومثلما قدمت لكم الأئمة سهلوا الأمر علينا أن نقرأ اللعنة مرة واحدة ونختم قراءة اللعن بقولنا 99 مرة، وهكذا مع السلام، مع السلام الذي يكرر 100 مرة. كل ذلك لتسهيل الأمر علينا. فهل أن الأئمة يريدون منا أن نقرأ الزيارة بما هي هي؟ هذا يخالف الحكمة ويخالف منطقهم ويخالف لحن قولهم ومعاريض كلامهم. إنهم يريدون منا أن ندرك المضامين التي في هذه الزيارة وفي غيرها، لكنهم يصرون على هذه الزيارة وأن تقرأ يوميا لأجل أن تتحول عقيدة الرجعة إلى عقيدة بديهية، إلى عقيدة راسخة ثابتة في عقولنا وقلوبنا، وأن نتعامل مع القرآن، مع زياراتهم، مع أدعيتهم وفقا لهذه العقيدة العظيمة. هذا هو الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لماذا هذا التكرار في حديث الزيارة عن الثأر؟ تبدأ بثأر الله وبالوتر الموتور، ثم تترقى مضامين الدعاء فيها، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين، أن يرزقني طلب ثاري فثارك ثاري يا حسين. وسائر العبائر الأخرى، كل التفاصيل في اللعن، في السلام، كل هذه التفاصيل تتحدث تارة بتصريح وأخرى بتلميح عن عقيدة الرجعة العظيمة. أنا لست في مقام شرح زيارة عاشوراء، ولست في مقام الإشارة إلى مضامين عقيدة الرجعة في زيارة عاشوراء، إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن أهم المطالب في زيارة عاشوراء وأهم ما يطلبه الزائر هو أن يطلب ثأر الحسين، وذلك لا يتحقق بالنسبة له
قبل الظهور الشريف إلا في الرجعة العجيبة الزمن القائم عند ظهوره الشريف، أو في الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائمي الأول. وهذه المضامين مرت علينا عند بيان وشرح مضامين العناوين الرئيسة في الحلقات المتقدمة الأولى من مجموعة هذه الحلقات. نذهب إلى فاصل.